بنام في الورشة كل يوم. دخلنا الجامعة ما عادش يرفع قلم الجامعة على الكلام دوت، مش عارف أوفق من شغل الجامعة، يعني الشغل على طول يا جامعة. في ناس كتيرة طلعت من الجامعة وفي ناس كتيرة صغيرين اتقابلوا في الشارع. اسمي عمرو فاروق ناجي مجدي، عندي 22 سنة، من مؤسسة دار مكة المكرمة لرعاية الأيتام. سابقا كنا عايشين عيشة طبيعية عادي، جه لما كبرنا شوية ودخلنا في سن المراهقة الحمل زاد على الحج، الحمل بقى تقيل. دخلنا الجامعة ما عادش بيصرف علينا في الجامعة ولا الكلام دوت، وفي ناس كتيرة طلعت من الجامعة وفي ناس كتيرة صغيرين اترموا في الشارع، وفي ناس كانت شغاله مع الحاج من زمان ولا كان بيقبضوا منه اي حاجه ولا كان في اي حاجه خالص منه، لحد ما كان بيضحك علينا بكلمتين يقول لك انا فتح لكم دفاتر توفير وكلام من ده. بعد الاخر لما طلعت سن 22 السن القانوني بتاعي، رحت اول واحد عشان اكبر واحد، رحت اسحب ملف الدفتر بتاعي من الشؤون الاجتماعيه، ابص على الدفتر ما لقيتش ولا اي مبلغ فيه خالص، الحاج ضحك علينا بكلمتين. جيت اطالب بالحق دوت ما لقيتش اي حاجه خالص. الدار لما اتقفلت الحاج طلعنا رعايه لاحقه في الشقه في الحي 16 الحي 15. اليوم ده لما اتنقلنا قعدنا لحد الساعه 2 بالليل و3 بالليل عشان نشوف شقه الناس تقعدنا فيها، قال لك مفيش فايده. نقلونا على دار في الزقازيق، دار الاحداث في الصياديه. الدار ديت فيها احداث، فيها قسم اطفال بلا ماوى، احنا طبعا ولا اطفال بلا ماوى ولا قسم احداث، احنا قسم اسره وطفوله. فطبعا ولا عرفنا نختلط بالناس بتاع الاحداث ولا اطفال بلا ماوى. ورحنا دار في الاحداث في الزقازيق برضه، الدار دي لدرجه ان في واحد مات من عندنا اسمه مصطفى عبد الله ربنا يرحمه. كانوا عايزين يوزعونا ناس في بني سويف وناس في العاشر وناس في البتاع، طبعا كلنا اعترضنا، ما ينفعش، احنا اخوات مع بعضنا متربيين مع بعض. كنت انا اول واحد معترض يعني ان احنا ايه، ان احنا نتفرق، ما ينفعش نتفرق. عشان يسكتوني قالوا لي، راح مكلمني واحده اسمها ميرفت كانت وكيله الوزاره سابقا، كلمتني قالت لي عمرو مالكش دعوه باخواتك وانا ايه هجوزك وهجيب لك شقه وبتاع. قلت لها لا انا ماليش في الكلام ده، انا مع اخواتي، يا اتجوز واجيب لي شقه ويبقى زي اخواتي، يا اما لا. ما عرفتش تسكتني، عملنا طبعا ضجه في الزقازيق هناك. راحت نقلنا فين؟ قالت لنا نصنا راحوا مستشفى دار في الزقازيق اللي هي بتاعت البنين، اللي هم فيها دلوقتي تقريبا حوالي 10 او 11 واحد، والباقي نزل العاشر من رمضان. يوم ما هتشتغل بكام؟ 2000 جنيه 2000 ونص. ايجار الشقه بياخد من ايجار الشقه، كهرباء، ميه، مواصلات، اكل وشرب، ما حدش بيجي لنا اكل وشرب، هدوم. احنا بقالنا تقريبا لا يقل عن 3 4 سنين ما جبناش هدوم. التعليم طبعا سيبناه، هنتعلم ازاي؟ المفروض السنه دي ابقى في ثانيه جامعه وفي ثالثه جامعه، كلنا وقفنا تعليم. والله اللي بنطلبه دلوقتي هو الشقه والتعليم والاكل والشرب، يعني مقدور عليهم ربنا، يعني هنحاول نمشي الدنيا فيها شويه. وده طلبنا كلنا، الشقه والتعليم. بنام في الورشة كل يوم. صلاح سعد حسن علي، عندي 20 سنة. أنا دلوقتي واخد دبلوم. لما رحنا الزقازيق وكده وودوا مجموعة مننا من الدفعة بتاعتنا الزقازيق، فأنا كنت في الشغل ومعرفش حاجة. كلمت شوم بعدها اليوم اللي بعده، قعدت أتحايل عليهم لغاية ما أقعد مع المجموعة يعني اللي أنا معاها، مرضيوش يقعدوهم. ويبقى مصيري اللي انا بشتغل في الورشه وبنام، والفلوس بقبض في الاسبوع 100 جنيه بصرف منها بس. وانا دلوقتي بنام في الورشه كل يوم حتى خميس وجمعه. اطلب من الحكومه يعني يوفر لنا شقه والدفتر، ويعني يشوف ان انا اقعد يعني مع اخواتي وكده، بدل ما انا قاعد لوحدي كده. اسمي حسين ابراهيم رفعت، عندي 19 سنه، داخل 19 وشهرين يعني، بدرس في الجامعه. بصحى الصبح عادي، بروح على الجامعه بحضر محاضراتي، برجع اذا كنت اذاكر شويه، اذا كنت هروح هنا يعني راح على الشغل كده، مش عارف اوفق بين الشغل والجامعه يعني، يا شغل على طول يا جامعه. هو انا طلباتي يعني مش كتير زي كل اللي في وضع يعني او في ايتام كده، ان احنا شقه يعني ده اقل حاجه. احنا قلنا دفاتر، لسه احنا قلنا في دفاتر وزودنا حاجات كتير، بس احنا بنطلب يعني اقل حاجه انها شقه يعني. انا ابراهيم عبد الهادي فوزي، كنت مدرس مع الاولاد من هم صغيرين، وبعد ما الدار اتقفلت انا يعني مهتم بامرهم شويه. اللي بيبقى تعبان عايز يروح مستشفى انا بروح معاه، عشان ما فيش حد ولا ولي امر ولا اب يروح معاه، وهم ما لهمش ذنب في اللي هم فيه، وهم كل واحد اللي بيقدر عليه بيعمله، انما لازم يكون في معاه مساعد، لازم حد يسنده، لازم حد. فالوزاره ما تغفلش عنهم، ما
يعني هي ما تغلطش عنهم، تحاول تشوفهم وتجيب لهم شقق تصرف عليهم، دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا كنت قاعد مع وكيله الوزاره الدكتوره مرفت فهمي وسالتها سؤال، هل فعلا ليهم شقق حقهم الدوله؟ قالت فعلا والله كل واحد ليه شقه بس يسعوا ليها. في اولاد كتير جالهم في التنسيق بتاعهم في جامعات جامعه العماليه ومعهد تكنولوجيا وبمصروفات، عجزوا عن انهم يدفعوا المصروفات دي فما قدموش، فاحنا ورقهم كتير وقت واقف، كانت اكتر من 4-5 واقفين بالوضع ده، فاحنا بنناشد رجال الاعمال اللي يقدر يساهم في يساهم معاهم، او الوزاره تدفع لهم جزء حتى هم مساعدين يساهموا من شغلهم بالجزء الثاني. اتمنى ان الوزاره تاخد الموضوع ده بعين الجديه، ان هم تهتم بامرهم بحيث ايجار ومصروف وتموين والشقق في المقام الاول.